رجعنا لكم بالابتسامه لان احنا اتفقنا الابتسامه هي سر من اسرار هذا البرنامج اتمنى الابتسامه تكون عجبتكم اه اشتقنا للكبسوله واشتقنا للفقرات الثابته بتاعت برنامجنا وهو عنوان الحلقه النهارده عنوان تحس انه فيه اكشن شويه العنوان بتاع الحلقه بتاعتنا الفيروس الغامض والمخدر القاتل اه هو ده على فكره هو عنوان الحلقه كده مش فيلم سينمائي ولا فيلم اكشن خلينا الاول نشوف نبتدي الاول بالمخدر القاتل وننهي بالفيروس الفيروس, القا... الفيروس الغامض يبقى يعني نبتدي بالمخدر القاتل وهنختم بالفيروس الغامض. المخدر القاتل النهارده هو هيتاخد او هنعرفه عن طريق الكبسوله، الكبسوله بتاعتنا اللي هي جزء اساسي من البرنامج بتاعنا واللي بتبقى معانا بصفه مستمره واللي بتعتمد على المعلومه السهله والبسيطه علشان على فكره صعوبه الكبسوله ان انت بتدي معلومه فتره صغيره ولكن بالنسبه بالنسبه لضيفي هي مش 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 سهله مش صعبه ان هو متمكن من اللي بيقوله خلينا نرحب بضيف ضيفكم وصاحب الكبسوله الدكتور محمد رشيد الشاعر الحسوي مع الدكتور محمد صباح الفل عليك صباح الفل وليس وانت سمين. وحشتني وانت اكتر بجد وليمش. والله العظيم الحمد لله على السلامه واهلا بيك في الموسم الثالث وطبعا احنا انت انت ما كتير قوي يعني برغم ان انت قلت في الحلقه انك كان في شويه ارتباطات لا لكن ما كتير عننا وزي ما حضرتك قلت كان في تواصل مستمر بينك وبين محبينك ومعجبينك يعني الله يخليك يا دكتور محمد دكتور محمد انت اخترت النهارده نتكلم عن مخدر القاتل بخضر. انت داخل الموسم الثالث ده اكشن على طول اه داخلين اكشن لان احنا احنا بنتكلم يعني احنا حبينا ناخد يعني موضوع ونمسك ملف مهم جدا يهم الشباب ويهم المجتمع وطبعا في مهم جدا في فتره التنميه ان احنا المفترض ان الدوله داخله في معترك تنميه كبير جدا وتحديات كبيره جدا فاحنا محتاجين الشباب محتاجين عقلهم ومحتاجين قوتهم ومحتاجين صحتهم. خلينا نتفق عليك كمان اللي هو ال... وخلينا نبقى صراحه موضوع المخدرات اعتقد من من 10 سنين زاد شويه. هو طبعا أي دولة بتمر بتحولات سياسية ويعني زي الثورات زي التقلبات لازم بت يعني بتخش في هذا الموضوع لأن طبعا بتبقى في فرصة للتهريب فرصة لكذا في مشكلات كتير يعني بتتم لكن خلينا عشان خاطر برضك نقدر نقول طيب حضرتك اخترت يعني المخدر القاتل المخدر القاتل تمام عايزين نعرف السادة المشاهدين يعني إيه كلمة مخدر مخدر هي طبعا عشان يبقى احنا فاهمين المخدر هي جاي من, من, لفظ اسمه خدر خدر يعني ستر ستر يعني تغييب تغييب الوعي تغييب الوعي اه فاحنا معركتنا معركه وعي برضو يعني تمام فخدر يعني تغييب الوعي إيه؟ لما نيجي نتكلم على المخدر بالنسبه للمجال بتاعنا او للفيلد بتاعنا احنا حضرتك بنتكلم على مرض او شيء بيؤثر على عقل الانسان او مخ الانسان إيه؟ وبالتالي بيأثر على سلوكه طبعا بمعنى اخر احنا بنقول بيفقد التحكم الانسان نفسه بيفقد التحكم في قيمه العقار او الدواء او الماده اللي في ايده إيه؟ ما عادش بيتحكم بيبقى هي اللي بتتحكم فيه تمام. دي دي كلمه مخدر دي بالنسبه للجزء الاولاني تمام تاني حاجه عندك المخدر بيتم في توصيف بتبقى توصيفات اكثر دقه في توصيف تبع لمنظمه الصحه العالميه بيسموا في مخدرات او عقاقير منبهه دي اللي هي زي الكوكايين والنيكوتين والكافيين دي منبهه تمام وحاجه من ضمن بس هل دي نعتبرها من المخدرات؟ اه طبعا مخدرات ما هو آه. كلمه مخدر معناه ان انت اعتدت عليه فده كان تمام. في جزء مهم جدا يقول لك انت هل هل الكحول مخدر؟ هل النيكوتين مخدر؟ هل السجاير مخدر؟ طالما الحاجه انت ادمنتها واعتدت عليها ولما توقفها بتعمل لك مشاكل نفسيه وصحيه اصبحت ادمان ده 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 بشكل عام يعني ممكن نعتبر الشاي والقهوه بقى ادمان لو لو حضرتك اعتدت عليها لو قدرت ان هي بتعمل لك مشاكل لو حسيت باعراض بيسموها اعراض انسحاب لما بحس ان انا مرتبط بيها فعندك الجزئيه اللي هي العقاقير المنبهه وسموها حضرتك هي والكافيين وفي بقى حاجة جديدة اللي هي الأمفيتامينز اللي هي بقى طلع منها بعض العقاقير المخلقة بشكل كبير جدا وعاملة كوارث ودي اللي ممكن مع استمرار الكبسولة نتكلم عنها. نوع تاني من العقاقير وهي العقاقير المهدئة زي المورفين زي الأفيون زي الهيروين دي كلها عقاقير برضه كلها كانت في الاصل عقاقير يعني الهيروين كان عقار مصنع ولا كان عقار بيستخدم لل... للعلاج لكن هو استخدم باستخدامات خطا بعد كده طبعًا. بعد كده عندك بقى النوع الاخراني اللي هو بيسميه مستيرات للاخاييل او المغيبات مساعدات ليه يا الهلوسه يعني الهلوسه انك هلوسه سمعيه او بصريه او او يعني ايا كان نوع الهلوسه اللي موجوده واحد مثلا يطلع في السطح ويفتكر ان هو هيعدل العماره اللي قدامه يقوم جاي حاطط رجله ويقوم جاي واقع دي الهلوسه دي طبعا بيعملها الحشيش والماريجوانا واللي هي الحاجات اللي جايه من حاجه اسمها القنب القنب <سؤال> ده منه هندي ومنه في شرق اسيا فده دي بالنسبه للتصنيف تبع لتاثيرها وطبعا طبعا لمنظمه الصحه العالميه في تصنيف ثاني تبع للتركيب الكيميائي بتاعها <سؤال> زي الحشيش والافيون والكوكا برضو اسمها <سؤال> حاجه اسمها الباربيتوريتس حاجه اسمها الامفيتاميناتس <سؤال> كل دي القنب دي كلها تبع للتركيب الكيميائي فده بالنسبه لنا ده اللي احنا بنقول عليه اسم كلمه مخدر اعتقد ان خطوره المخدر انت ممكن مرض يبقى خاص بصاحبه يعني انت لو عندك مغص مثلا المشكله المغص ده حاجه عليك انت حلو. انت مريض حلو. انما مشكله المخدرات أنها هي بتنعكس على الناس اللي حواليك ما هو التاثير في سلوكك معاهم طبعه. في رد فعلك طبعه. معاهم طبعه. ما هو اصلا المخدر ما هو قلنا تغييب وبالتالي بيعدل بيغير السلوك بتاعك بيبقى ليك سلوك شبه عدوائي لل يعني نقدر نقول دي هي الشائعة طبعاً 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 عند الاعراض الشائعه لادمان طبعا طبعا الاعراض ما انت عندك حاجه من ضمن الاعراض الشائعه لعمليه المخدر ان هو حضرتك تكون بشكل مستمر في حاجه لهذا المخدر ما تقدرش ما تقدرش تستغنى عنه دي من ضمن العرض العرض الشائع لهذا مم المخدر الحاجه الثانيه ان انت ممكن يكون والله حاسس ان انت في وقت معين محتاج تاخد جرعات زياده احنا بنتكلم على اعراض الادمان اعراض اعراض الادمان زياده وكمان عشان نقدر نقول ان ان هذا الشخص مدمن او لا بالنسبه لعقار معين ده بيتوقف على ايه بيتوقف على نوع العقار تركيزه مده الاستخدام طبيعه الاستخدام طريقه الاستخدام بس حاجه ده اعتقد انت بتتكلم في 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 المرحله الاخيره هي مرحله العلاج إنما أنا بتكلم على المرحلة قبل العلاج لا هو يعني أنا امتى أقول على الشخص ده أوه. إنه دخل في مرحلة الإدمان إن هو مدمن اللي هو مدمن حضرتك إن هو رقم واحد إن هو بيعتمد عنده عنده شعور دائما بالحاجة الدائمة اللي جسمه محتاج لهذا العقار او الدواء او الماده آه. الكيميائيه ما يقدرش يستغنى عنها دي واحده رقم اتنين عنده حاله نوع من انواع التنبيه بشكل مستمر مخه مش قادر يفكر في حاجه تانية غير تمام. اللي هو لازم يحصل على هذا المخدر عنده حاجه تانية ان هو في وقت بي بي بيجي وقت معين بي طول الوقت طول ما هو شغال بيحس أنه هو بياخد كميات زياده عشان ياخد نفس التاثير اللي كان اللي كان موجود عليه قبل كده م. بيستخدم هذا العقار او الدواء، احنا بنتكلم اذا كان واحد بياخد دواء او عقار او ماده مسكنه او كذا او كذا، بيستخدمه لفترات اطول من اللي كان منصوص عليها، الفتره اللي عليها ان هو ذات نفسه ان هو ذات نفسه بدا يحوش او يحفظ كميات من هذا العقار او هذه الماده عنده بزياده دون دون الحاجه ليها، هو نفسه بدا يصرف فلوسه حاجات بقى اجتماعيه، بدا يصرف الفلوس على العقاقر وعلى هذه الادويه وهذه طبعا حضرتك عارف في, منها كتير وهو اصلا ما عندوش عندوش هذه الطاقه او عندوش هذه القدره الماليه هو نفسه بدا ان هو يحس بمشاكل نفسيه واجتماعيه ورغم هذا مش قادر مش قادر انا عندي بقى مشاكل نفسيه <applause> دلوقتي عارف <يا> ايه اللي <applause> هي <applause> ان الكبسوله خلصت عايزين <applause> بقى <تصفيق> نتكلم في الحلقه اللي جايه نتكلم على المؤشرات اللي تدل على تعاطي المخدرات يعني اقول المؤشر ده تعطي المخدرات نعرف نخش بتفصيله اكتر في موضوع المخدرات الموضوع ده مهم جدا واعتقد ان مع الاسف الشديد بيسبب مشاكل اجتماعيه واقتصاديه غير عاديه صحيح صحيح يعني صحيح يعني دكتور محمد الكبسوله خلصت ولكن احنا دايما زي ما بختم معاك على امل في اللقاء الجمعه الجايه في كبسوله جديده ان شاء الله تعالى بإذن شكرا لك يا محمد شكرا لك شكرا يا خلصت الكبسوله الفقره الاولانيه من برنامج صحتك ثروتك نستعد بقى للفقره الثانيه والفقره الثانيه بعنوان الفيروس الغامض هي تحس ان حلقه النهارده كلها اكشن هتسمعني احلى فاصل وبعد كده نرجع نتواصل فاصل ونواصل